نشهد أشياء جديدة بينات لينا أو دارت لالوب كبرات مجموعة ديال المشاكل اللي كتعيشها هاد المناطق هذه. احنا ما جديدش علينا أن المغرب كيعيش فقر في الجنوب الشرقي ولا كيعيش خصص في البنيات التحتية، لا، وهذا كاع ماشي تخصصنا، لأنه الناس اللي مجتمعين هنا راه كاين اللي صحفي، كاين اللي طبيب، كاين اللي أستاذ جامعي، كاين اللي محامي إلى آخره. الذي جمعنا هو أن إقليم طاطا لأنه آخر المناطق التي عاشت الفيضانات والتي هي أكثر حدة يحتاج إلى صوت للتعريف بإشكالاته وقضاياه، ومن خلال الوقائع المؤلمة التي شهدها الإقليم نريد صوتا جماعيا للجواب قانونيا وسياسيا على الأوضاع المرتبطة بالكوارث الطبيعية وكيف يمكن حماية المغاربة منها. الحضور ديالنا اليوم في هذه الندوة الصحفية هو من أجل تسليط الضوء على الفاجعة وعلى الضحايا ديال هذه الفاجعة، وسنعمل على مستويين، هناك مستوى مركزي اللي هو الترافع من أجل ملء البياضات والفراغات الواردة في القانون ديال الكوارث حتى يستفيد كل الضحايا، وحتى لا تكون هناك انطباعية وهناك تمييز في الاستفادة بين الضحايا في جميع المناسبات. إذن سنعمل على المستوى المركزي في الترافع على القانون. النقطة الثانية، سوف نحاول تسليط الضوء على ما سمي وللأسف بالمغرب غير النافع فيما هي الاعتمادات التي تخصص لهذه المناطق، بحال طاطا مثلا، ماذا يخصص لها مثلا من الميزانية ديال المجلس الجهوي، وماذا يخصص لها ايضا على مستوى كل القطاعات. اي هذا الواقع اللي كتعيشوا هذه المناطق المعزوله وهذه المناطق النائيه على المركز تستدعي منا كمنظمه مدنيه ان نطلع بالوظائف والادوار ديالنا الطبيعيه والعاديه. ما هي الادوار ديالنا؟ الادوار ديالنا هي الترافع على المستوى المركزي، هي الترافع ايضا والتشبيك على المستوى المحلي من اجل مواكبه الناس وعمل القرب. اكيد ملي كتوقع شي فاجعه تبقى ما بعد الفاجعه يبقى هو المهم، كيف سنواكب هؤلاء الضحايا، مثلا ضحايا الحافلة، مثلا كم سيلزم من الوقت للمواكبة النفسية للأسر اللي عندهم ضحايا في هذه الحافلة، بالإضافة للناس اللي فقدوا جميع الممتلكات ديالهم. إذا لابد من العديد من بلورة العديد من البرامج المدنية ودفع الحكومة ودفع المؤسسات أيضا لإعطاء أهمية لهذه المناطق المنكوبة وأن لا تبقى فقط في دائرة الرباط الدار البيضاء. وشكرا. إذن هذا اللقاء هذا هو أولا فرصة لكي نطلع الصحفيين على الدينامية اللي قامت بها لجنة نداء طاطا أولا وكل ما تمت مراكمته خلال هذه المرحلة. ثانيا هو فرصة كذلك كي نطلعكم على الواقع الحقيقي الذي تعيش فيه طاطا والأقاليم المجاورة جراء الفيضانات، وهو لقاء كذلك نتقاسم معكم مختلف الدفعات المفترض أن نقدمها خلال المرحلة المقبلة، سواء لرئاسة الحكومة أو للقطاعات الوزارية المعنية أو كذلك للبرلمان. إذن هذا اللقاء أولا يأتي بعد مرحلة طويلة من العمل، أزيد من 15 يوم ديال الاشتغال ديال لجنة نداء طاطا، واللي كان فيه أولا قيام بتشخيص أولي للاحتياجات وكذلك للتحديات التي طرحتها الفيضانات. ثانيا هو لقاء اللي كيجي باش نوضحوا اللقاءات التي تم القيام بها بكل من المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل وكذلك مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهي فرصة التي من خلالها نريد أن نؤكد أولا على أن الإطار التشريعي للمغرب هو إطار قاصر جدا على الاستجابة للكوارث الطبيعية وكذلك الكوارث البشرية، بحيث أن هناك غياب شبه كامل لأي ترسانة تشريعية تنظم هذا العمل. ثم هناك كذلك إشكال حقيقي في مدى إمكانية تدخل القطاعات الوزارية المعنية أثناء الكوارث. كما يعلم الجميع على أن الكوارث الطبيعية في العالم ينظمها إطاران دوليا، الإطار الأول هو إطار هيوغو السابق، ثم الآن إطار سانداي، وهما الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب. للأسف هذه الاتفاقيات الدولية لا نجد لها صدى ضمن التشريع المغربي، خصوصا التشريع المرتبط بضبط والحد من المخاطر الطبيعية. في هذا السياق من المهم جدا كذلك أن نذكر أن المقاربة التي تعتمدها الدولة المغربية في الغالب من الأحيان هي مقاربة التي تبحث فيها عن منافذ، وكذلك تبحث فيها عن منافذ لوكالات وشركات التأمين. كما تعرفون على أن مسؤولية شركات التأمين هي مسؤولية قائمة. للأسف غياب إعلان لرئيس الحكومة عن منطقة طاطا منطقة منكوبة وعدم إصداره للقرار الذي بموجبه يمكن
للمواطنين والمواطنات والشركات الاستفادة من القانون 110/14 يضع هذا الإشكال إشكالا سياسيا وليس فقط إشكالا قانونيا. سنتداول في هذا اللقاء مجموعة من التفصيلات ذات الصلة. شكرا لكم.